فاجئوني انت. اول شيء تحيه لامك. الله يخليك. غيروني امك. ما بتموت فيك. اما اصغر منا شلون هيك؟ ما بعرف شلون هيك صايره معكم بالعيلة. اول شيء بس امك عم تقول انت عصبيه انت؟ ايه عم تعذب الماما. كيف يعني مثلا اذا نفترض عصبك كيف بيكون رد فعلك؟ لا لما بكون معصبه ما حتعرفوني. بلا جد؟ لا لا شخص ما بحب السفر. انا ما بحب السفر. ما بشوف قدامي. ما بتشوفي قدامك؟ ابدا. ابدا. ما بشوف حدا لا صغير ولا كبير بقى خلص. انا عصبي بس بشوف قدامي لانه مشكله الواحد. مره عصبت خنقت مع وحده شدتها من شعرها بمكان قدام عالم. وانت فنانه؟ لا قبل ما اغني يعني قبل ما اسيطر زمان انا وصغيره يعني. وهلا بعد بتشدي من شعر؟ لا مو لا يعني بتفادى المشاكل هلا بس لما بعصب يعني ما بشوف قدامي بفضل اني انعزل لوحدي. لحد ما اروق وبعدين انا لو طلعت للناس وانا معصبه ما بقدر اسيطر على حالي. يعني مانك مسيطره على نفسك؟ كله حكي كله حكي انا مرتي بتسميني ابو حكم بس كنت عم بحكي شيء اخرق شيء ما له علاقه بالطبيعه اليوم عامل لي مشكله اليوم قالت لي ابو حكم.